على كل المزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من عمان أحمد عزام، محلل مالي أول في مجموعة أكويتي. أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا. إذا بالطبع يعني بداية هذا أسبوع قصير في وول ستريت في ظل عطلة يوم الخميس الفورث أوف جولاي، ولكن هو حقيقة يعني أسبوع مهم من حيث البيانات الاقتصادية. نترقب بيانات من سوق العمل، نترقب أرقام الجولتس وكذلك الـ ADP أرقام الوظائف الخاصة. كيف لهذه الأرقام أن تنعكس على قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة؟ بالطبع يعني الأسواق الآن تسعر خفضين لهذا العام، خفض بسبتمبر وخفض بديسمبر. صباح الخير نوف، شكرا للاستضافة. يعني حتى الآن الأسواق والفيدرال الأمريكي خلينا نحكي على تباعد بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة، بالرغم من اقترابهم بعض الشيء. الأسواق توقع لتخفيضين أسعار الفائدة، الفيدرال الأمريكي بمخطط النقطي أشار إلى إمكانية تخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة في عام 2024. يمكن أسواق العمل واحد من الأمور التي يحتاج الفيدرال الأمريكي كإشارة منه أنه يرى بعض البرودة، بعض التباطؤ، إشارات قراءة ناعمة بعض الشيء بالنسبة لقراءات أسواق العمل، لكي يعطي أو لكي تدفعه لتخفيض أسعار الفائدة أو ليعطيه إشارات بتباطؤ أكثر بالنسبة لأسواق العمل لكي يتجه لتخفيض أسعار الفائدة. لحتى الآن أسواق العمل تعتبر لحتى الآن مرنة جدا، يمكن الوظائف الشاغرة تعتبر أقل في الفترة الماضية، حتى بالنسبة لمطالبات البطالة قد ارتفعت بعض الشيء، لكن حتى الآن إشارات بالنسبة لأسواق العمل الـ NFP يسجل قراءات جيدة جدا. قراءة الشهر الماضي ما يقارب 270 ألف وظيفة، متوقع القراءات الحالية عن 190 ألف وظيفة، لا تزال القراءات تعتبر جيدة. البطالة 4% متوقعة لحتى الآن، لا تزال أيضا جيدة حتى لو اطلعنا عليها كفيليبس كيرف، على ما أعتقد لا تزال القراءات تعطي بعض الإشارات بأن إمكانية البطالة المرتفعة أو البطالة المنخفضة عفوا عند 4% هي لحتى الآن تعطي بعض الإشارات بإمكانية ارتفاعات أرقام التضخم في الفترة القادمة. لذلك على ما أعتقد جميع أرقام أسواق العمل تعطي إشارات بأن إمكانية ارتفاع التضخم لا تزال واردة، وتعطي الفيدرالي الأمريكي بعض الوقت بإمكانية مراجعة السياسة النقدية، خاصة هنا نوف الأجور حتى لو سجلت بعض التباطؤ إلى 3.9% لا تزال هي قراءات تعتبر مرتفعة جدا. 3.9% لو أتت في يوم الجمعة لا تزال هي قراءات قوية، قراءات مرتفعة جدا. لو حتى لو قسناها بالنسبة للأرقام رقميا 3.9% مع هدف الفيدرال الأمريكي 2% قد يكون بعض الشيء بعيد جدا من هدف الفيدرال الأمريكي 2% بالنسبة لقراءات أسواق العمل. فعلى ما أعتقد لا تزال أسواق العمل بناء على الأرقام الأخيرة جيدة جدا، حتى أسواق العمل مرنة جدا، تعطي الفيدرال الأمريكي بعض الوقت. شراء الوقت هو ما يحتاجه الفيدرال الأمريكي، لكن الرهان على السوفت لاندينج أعتقد قد يكون خطير بعض الشيء نوف هنا، خاصة مع أرقام الجي دي بي في الشهر في الأسبوع الماضي قد أتت عند 1.4%. نعم 1.4% تعتبر جيدة، لكن هناك تراجع مستمر في الفترة الماضية بالنسبة للنمو الاقتصادي. فالفيدرال الأمريكي سوف يراهن على النمو الاقتصادي، يراهن على أسواق العمل الجيدة مقابل عدم تخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة. أحمد، بحديثك عن يعني تراجع النمو الاقتصادي، من ناحية أخرى نشهد أداء قوي جدا للمؤشرات الأمريكية. يعني النصف الأول كان يعني أداء استثنائي للمؤشرات بشكل عام، لكن خاصة الـ S&P 500 والناسداك، وأكيد كان مدفوع بشكل كبير من الرالي اللي عم نشهده على أسهم قطاع التكنولوجيا، وأكيد بشكل خاص الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. يوم أمس كذلك كنا شهد عندنا ارتفاع قوي على أسهم قطاع التكنولوجيا، مايكروسوفت، أبل، أمازون، تسلا، جميع هذه الأسهم سجلت ارتفاعات قوية، ما بالطبع يعني أدى إلى إغلاق قياسي جديد للناسداك. برأيك هل هذه المكاسب على أسهم قطاع التكنولوجيا مستدامة؟ يعني إلى أين؟ وهل نشهد تصحيح في الفترة المقبلة؟ يمكن نوف هي مبررة. لو طلعنا على حالة الإنفاق بالنسبة لحالة قطاع التكنولوجيا، على ما أعتقد الارتفاعات الأخيرة والارتفاعات المتواجدة في قطاع التكنولوجيا هي مبررة. حالة الاستمرارية وحالة الارتفاعات المستدامة على ما أعتقد تحتاج المزيد من الإنفاق، تحتاج النظر إلى قطاع التكنولوجيا في الفترة الحالية على أنه قطاع فعلا مستدام، أن الذكاء الاصطناعي لا يزال مستمر، لا يزال الإنفاق متواجد. وعلى ما أعتقد هي الحالة اللي حتى الآن متواجدة عندما ننظر إلى شركات القطاع التكنولوجي الكبيرة،
ميتا مايكروسوفت لا تزال تنفق الكثير، 140 مليار دولار في الفترة الماضية تم الإنفاق، لذلك حالة الإنفاق لا تزال مستمرة. لذلك أميل إلى إمكانية مستدامة على المدى الطويل. على المدى القصير هنا نو، على ما أعتقد قد يكون هناك بعض التراجعات. حالة عدم اليقين الاقتصادية، السياسة الاقتصادية دائما مؤثرة على أسواق الأسهم. عندما ننظر إلى حالة الأنسرتينيتي، حالة عدم اليقين بالنسبة لتحركات السياسة النقدية، قد تضغط بعض الشيء على الأسواق، أسواق الأسهم في الفترة القادمة. أميل إلى إمكانية تداولات عرضية بعض الشيء بالنسبة لأسواق الأسهم إلى وصولنا إلى شهر سبتمبر في الفترة القادمة، لكي يجد الفدرالي الأمريكي ما يدعمه، سواء كان لإيقاف للتوقف عن أو حتى تخفيض أسعار الفائدة أو حتى التوجه لتخفيض أسعار الفائدة. فلذلك يحتاج الفدرالي الأمريكي إلى أرقام اقتصادية، فبالتالي انعكاسه على أسواق الأسهم قد يكون أكبر في شهر 9 القادم. من هنا لشهر 9 ما أعتقد قد نمر في مرحلة تداولات عرضية بالنسبة لأسواق الأسهم. شكرا جزيلا لك أحمد عزام، محلل مالي أول في مجموعة أكويتي، كنت معنا من عمان.